منتابع نحن وياكم انتحار مباشرة على الهواء، وملفنا ما قبل الأخير لليلة هو الردم بمنطقة زيتون. اسمعوا هالقصة، قصة مضحكة جدا. زيتون هي منطقة بتوقع فوق نهر إبراهيم والمعيصرة، وهي معروفة بخضارة ومعروفة بجبالها، معروفة بطبيعتها الحلوة، أو بالأحرى كانت هيك لحد ما بلشت الحفريات والإنشاءات بهذا الجبل، وصار الردم عم يتفرغ بنهر إبراهيم، يعني عم بفضوا الردم بنهر إبراهيم يلي تسكر مجراه وجرف معه هيدي الرمول كلها على البحر. منتابع شو عم بيصير بزيتون بهذا التقرير. نحن هلأ بمنطقة النمورة، ترتفع عن سطح البحر 400 متر تقريبا، ومقابلنا تماما هونيك في ضيعة اسمها زيتون. هذا اللي عم بتشوفه بلش بعتقد الثلاثة إذا ما بكون غلطان، وبالليل بتبلش بس تعتم الدنيا يلقطوا يلي عم يشيلوا الجاك هامر وبيكبون بيجوا بالوادي. أول شيء منظر ما كان هيك كليا، منظر مشوه كليا، كان كله أخضر مقابلنا. اثنين، مجرى النهر مسكر على مستوى ردم كتير. ثالث شيء نحن في شيء ما انتبهنا له بالليل، إنه صارت الغبرة عم تطلع بشكل كأنها غايمة وعم تجي صوبنا، وصارت بيوتنا كلها رمل. بتشوف كمان البحر عم ياخد مية النهر تبع من روافد نهر إبراهيم، عم تاخد هالأتربة كلها، وصير البحر كمان لونه هيك. احنا بندعي الدولة والوزارة المعنية تهتم بهالشغلة. هلا أول شيء أنا رأيي كنا ندعي البلدية أو المختار أو الناس اللي فوق، بس برجع بلد نحن ما عندنا كونتاكت مباشر مع هالناس، نحن عم نشوف هالمشهد من بعيد، بس مضطرين نقول عنه لأنه هذا الشيء مزعج للعين وللصحة كمان. غير شكل الزيتون ضل بتطلع فيه هالمرامل يلي شفتون او رواسب من العمار البنايه يلي موجوده بهيدا الجبل، مثل كثير من البنايات اللي يمكن شوهت ثلاث ارباع البلد، بس كلمه وحده عم بيرددوها اهل المنطقه على الرغم من انزعاجهم، هي خوف من التهديدات المباشره اللي عم يتلقوها من بعض الافراد اذا اشتكوا، اذا خبروا عن مشكلتهم، او اذا طلعوا على الاعلام. ولو حدا من سكان النمورة يلي هي البلدة المقابلة، يعني مش البلدة المعنية، تشجع وطلب انه ما ينذكر يمكن اصحاب الردميات خوفا كمان من التهديدات، يمكن ما كنا عرفنا لو ما صار هيك. فمثل ما سمعتوا وعم بقول المواطن انه بالليل عم تتفرغ هيدي الردميات، هو مثل ما هو خبرنا، والغبرة عم تاكل الناس، وتخيلوا الجبل بوجه وبعيد كتير عنه، لما عم تتفرغ الردميات من هيدي البنية عم تضرب الغبرة على بنيتهم. وبآخر خمس أيام اجت دوريات الدرك مثل العادة، وأكيد ما نعمل شيء، ومثل ما شفتوا بعدهم لهلأ عم يشتكوا. مين المسؤول عن هالردم وشو دورة البلدية المعنية؟ الأجوبة عن كل هالتساؤلات موجودة مع رئيس بلدية زيتون استاذ فادي فهد يلي موجود إلى جانبي بالستوديو. مساء الخير استاذ فادي، يعطيك ألف عافية. الردم يلي عم ينكب أو بقايا العمار بهيدي البنايات وعم يسكر مجرى نهر إبراهيم، مين المفروض يكون مسؤول عنه؟ أول شيء بونسوار جو لإلك ولكل مشاهدين الام تي في، وإلي شكر لهالشخص اللي عم يحكي، لأنه حقيقة انفجأت أنا بهالموضوع هلقتني بالردميات، وأكتر شيء قال بالليل. يعني نعم أنتوا بتعرفوا يعني نحن الردم، بس الواحد ياخذ رخصة، في معايير للرخصة، يعني بس يحفروا لحتى يقدروا يعملوا أساس للعمار أكيد بيشيلوا هالردم بالكميونات وبودوها بمحلات مختصة أو بيحطوها بمحلات معينة ليرجعوا يقدروا يستعملوها. بس مثل ما بتعرف نحن بلدية عقدة يعني، ونحن مفتاح الفتوح هي زيتون. نعم. يعني بتفاجأ أنا أكيد نحن ما بنقبل لا للطبيعة ولا للبيئة. بس حضرتك كنت عارف بالبنية، بس مش عارف إنه الرمل الردم على نهر إبراهيم، هيك بفهم منك؟ أكيد نحن وقت اللي بنعطي رخصة أكيد بنعرف، لأن معلوماتنا بتقول إنه بالبداية كانوا عم ينقلوهم بكاميونات بس بعدين بطلوا. الصراحة نحن مثل ما الشاب تفضل إنه بالليل، أنتوا بتعرفوا نحن بوليس بلدي ما عنا بالبلدية، نحن بلدية عقدة، يعني هي أنجأ البوليس عم يحموا البشر بعد لا يحملوا الحجر يعني، بس بالمبدأ نحن أكيد ما بنقبل هالشيء. وأنا تفاجأت يعني وقت اللي عم بقول بالليل، نحن بالليل أكيد ما في حدا، وبالنهار بضل الناس طالعة الناس جاية. ليش ببطل صاحب البنية أو اللي عم بعمر ينقلهم بالكاميونات؟ هل في كلفة عالية؟ هو الرمول ما بينباع وما بيقدر يعمل شيء فيهم، لا أكيد يعني نقلت الكاميون ب 25 دولار، نحن بزيتون أكيد ما عندنا محلات لحتى اللي بيشيلوا ردم يكبوا، في محلات بلديات بتاخذ وبتقبض 25 دولار يكبون،
بس نحن بالزيتون ما في، تيوفروا على جيبتهم بيصيروا يكبوا هالردم. طيب شو الاجراءات اللي بدها تاخذها البلديه بهيدي الحاله؟ اكيد هلا يعني نحن بنشكركم جميعا يعني على هالشيء اللي فرجيتونا اياه، اكيد انا من هالليله اكيد ما بنقبل نحن هالشيء يصير، لانه نعرف وين الصوره اللي حاطينا انتم، يعني اكيد بنعرف نحن عاطين الرخصه، يعني اكيد الشخص المعني بدنا ناخذ الاجراءات اللازمه، حتى لو كان من ميزانيتنا نحن بدنا نحط شخص يراقب بالليل اذا مزبوط هالردميات عم تكمل، لانه نحن ما بنقبل هالشيء. نعم استفادي عم نحكي عن هيدي القضيه، وكمان في عنا معلومات عن قضيه تانية مشابهه بس بكعب الوادي قريب جدا من نهر ابراهيم، في قضيه ردم تانية وكمان عم تسكر مجرى النهر، وهيدي في بيعرفوا فيها أكتر بلبنان، خبرني أكتر وانت عندك معطيات أكتر. نحن عندنا معطيات، نحن الصراحة تحت وقت نسد مجرى النهر، نحن أنتوا عارفين في أشخاص يعني رادمة مجرى النهر وحاطين بلاط سيراميك فيه، وأنا بس استلمت البلدية أكيد نحن لقينا كمنظر للضيعة للبيئة أو للطبيعة منه مقبول المنظر البلاط. ليش ما حدا قدر يوقفون لهلا؟ صراحة إنه وقت اللي شفنا ودرسنا الملف ونحن أخذنا قرار مجلس بلدي، أنت بتعرف قرار مجلس بلدي بيكون كل الأعضاء بالإجماع. نعم بالإجماع، وبعتني للقائم مقام ومضي القائم مقام لحتى نبعتهم، بعتني لهم الإنذارات والملف موجود لحتى بأسرع وقت يتركوا، لأنه مجرى النهر بتعرف بيبقى فيه العبارات صغيرة وقت اللي يعني الطبيعة طب شو بصير بمجرى النهر إذا ضلت هيدي الردميات؟ يعني هيدي جريمة بيئية، ما منشوف لا وزير بيئة ولا حدا معنا عم يتحرك، يعني كمان شغلة إلى فترة طويلة، وأنا متأكد مناشداتكم ومراسلاتكم للوزارات المعنية المفروض تكون عم توصل، بس إني مغمضين عيونهم، شو لازم نعمل؟ إنه إذا الوزير المعني ما عم بيتحرك شو بنعمل؟ الصراحة نحن وقت اللي أخذنا القرار وبعتناه ومضى، نحن هلا هن عندهم لحزيران لحتى يقدروا يفضوا مجرى النهر اللي أخذين الترخيص فيه. وبس تصديق على كلامك نحن لانه شفنا هالشيء مش مزبوط لا للبيئه ولا شيء، انه نشكر الله ما راح اشخاص بشريه راح اشياء يعني للعالم خرب بيوت الناس. نعم هلا نحن معهم لحزيران لحتى يفلوا، هلا بحال ما فلوا اكيد نعمل مكتوب نحن للاشخاص المعنيه. نعم. ولحتى بمؤازره الدرك اكيد بدهم يفلوا يعني ويتركوا مجرى النهر لحتى هالنهر يرجع ياخذ رونقه ياخذ طبيعته. هي سمعنا اوراق ما بعرف اذا بتعرف عنهم ماضيهم، مدير العام الموارد المائيه والكهربائيه دكتور فادي نمير مزبوط ماضيون لا للطلب باعاده ترخيص، يعني في جريمه بيئيه ومعروف انها جريمه بيئيه وراحوا عم يطلبوا طلب باعاده ترخيص، ما بعرف اذا وصل لعندك وشو موقف البلديه بهذا الموضوع. الصراحه طلعوا لعندي انا من شهرين وجابوا حضرتك الورق اللي عم تقول عنه، ونحن كبلديه انا بيطلبوا طلب تصريح ورئيس البلديه بيقرا الملف يا بوافق يا ما بوافق، نحن ديجا كنا اخذين قرار انه هالمجرى النهر بدنا يرجع لطبيعته، يعني اكيد انا ما اعطيته الترخيص وكتبت لم اوافق على الترخيص ومضيته انا وقلت له ما بدي اخذ. سؤال قبل ما انتقل للخاتمه اختم انا وياك هذا الموضوع، بعد شهر ونص تقريبا او شهرين لحتى ينمنعوا من مزاوله اعمالهم هود الجماعه اللي عم نحكي عنهم يلي عم بيسدوا مجرى النهر من ميل التحت، ليش لبعد شهر ونص شهرين؟ لانه نحن اخذنا قرار مجلس بلدي وبعتني اعطينيهم انذار 3 اشهر ليخلوا مجرى النهر، هو ديجا قبل كنا مين صدق عليه مين وقعه القائم مقام كسروين اكيد صدق عليه، ونحن ناطرين لحزيران هو بعت انذار لكل شخص منه بحزيران في حال لم ينفذ. نحن بنكون عملنا واجباتنا والاشخاص المعنيه، يعني بنرجع لل مين منلوم؟ منلوم الاشخاص المعنيه الامام يعني حضرتك لا القوى الامنيه مين؟ حضرتي انا عملت واجباتي، يعني اكيد اذا الوزاره ما تحركت يعني اكيد في وزاره هي بدها تتحرك، ونحن اخذنا قرار وزاره الداخليه قصدك؟ لا مش وزاره الداخليه وزاره لا انا قصدك وزاره الداخليه لازم تنفذ لازم تنفذ بمؤازره الدرك اكيد بنعمل مكتوب نحن، وهذا هلا اذا اجى ضغوطات يعني بتعرف انت البلد كل واحد عنده حدا، يعني انا بحكي شخصيا قد في ضغوطات انه ما عليه تركهم هلا بيمرقوا فلين بيتلفن ما عليه تركهم شهرين ثلاثه بيمرقوا عم بيصير في ضغوطات عم بيصير في ضغوطات من بعض السياسيين بعض السياسيين اكيد يعني ليش تكذب انا نحن رح ننطر لشهر سبعة تما يقولوا على طول عم نقوص على السياسيين، بس بشهر سبعة انا عم بحكي عن حالي وعن هذا البرنامج رح نسميهم للسياسيين اللي عم يعملوا ضغوطات بهذا الملف. بدي اختم انا وياك ولكن بضل اكيد هذا الملف مفتوح لانه ببرنامج انت حر ما في ولا اي ملف يقفل الا ما ينتهي، فانا بدي اشكرك استاذ فادي رئيس بلديه زيتون لتعاونك كمان، لانه لا يجوز انه نتصرف ببيئتنا بهيدي الطريقه وما بيجوز انه الموضوع يضل فلتين هيك وما يصير في تحرك، فانا بشكر تعاونك وبشكر وجودك معي بالاستوديو والى ملتقى كمان اذا ما انحل هيدا الموضوع.